السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في درس جديد على قناة يونس وأشواق. نتمنى تكون كل شيء بخير وعلى خير وتكونوا مزيان. اليوم أخوتي كيف ما درت لكم باش ندخل في الموضوع باش ما نطولش، اليوم أخوتي غادي نشرح لكم ديال جوجل أدوورد شنو هو المهمة ديالو. أغلبية ديال الناس مازال ما عرفوش، خصوصا كاينين الناس اللي عندهم قنوات ومازال ما ربطوش هاد جوجل ادورد مع القناة، كيفاش تربطهم مع القناة، حيت هذا اول واحد بامكانك، حيت كاين فرق ما بين جوجل ادورد وجوجل ادس، يعني جوجل ادس بوحدو وجوجل ادورد بوحدو. هذا اول واحد يمكن لك باش تربطو مع القناة هو جوجل ادورد. غادي نشرح لكم الطريقة كيفاش، وكنصحك قبل ما نبدا كنبغي نقول للناس اللي عندهم ضروري خصك تخدموا على الكمبيوتر، يعني الا ما عندكش حاول ما امكن تسلفه ولا تاخذه من صاحبك ولا شريه ولا، المهم ضروري باش تخدموا على جوجل على الكمبيوتر. علاش؟ حيت هنا كتخدموا فري، اما الا خدمتي على التليفون كياخذوا منك الفلوس، كيقطعوا ضروري كيقولوا لك خصك تعطينا واحد القدر ديال الفلوس باش يمكن لك تربط، باش تخدم يعني دير التسجيل ديال هاد جوجل ادورد باش تربطو مع القناة. لذا يجب عليك ان تدبر على الكمبيوتر. مهم قبل ما نبدا خوتي، الناس اللي كيشاهدونا اول مره في القناه ما ينساوش يديروا لنا سبسكرايب وديروا لنا تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. يلا لا تقاولوا الناس القدام ما يبخلوش علينا باللايكات، يلا ديروا شي لايك باش نبداو في الدرس. يلا جوجل بحال هكا لاباج، اول شيء تاكد بانك كتخدم على هذا اللي هنا الفوق على الجيمايل اللي انت باغي ديال القناه ديالك. اول شيء خصك تاكد منه قبل ما تبدا. هنا كتجي هنا كتكتب اعلانات انتري، كتجي لهذه الثانيه ديال اعلانات جوجل احسن مزيد من العلوم داتا داتا هانو، باش كيلوحك لواحد لاباج هنا كيقول لك تنمية نشاط التجاري باستخدامات عين اعلانات جوجل. هنا شنو كتجي؟ كتجي لهادي، كاين هنايا تسجيل الدخول وكاين هنايا البدء الان. انت شنو كدير؟ كتضغط على البدء الان، غتكليكي عليها باش كيلوحك الادسنس. هاد جوجل ادورد هو فين كتشوف الاعلانات ديال التمويل، يعني الا بغيتي دير شي تمويل لا فيديو ديالك ديال اليوتيوب، هنا كتشوف الاحصائيات ديالو كامل ديال اليوميه. لابا ملي كتلوح هنا لهاد الواجهه بالضبط كيبان لكم بحال هاد الشكل هذا، يعني ما غاديش تجي تبرك على هاد اللي بالزرق هنا اللي كتشوفها نيكست، ما غاديش تبرك عليها. كتجي له حدا تحت هي مكتوب عليها سويتش تو اكسبير مود، هنا كتضغط عليها باش كتلوح هنا لاباج الثانيه. مزيان ملي كتلوح كلاد لاباج الثانيه شنو تدير؟ ما تجيش تكتب على هاد كونتيني او متابعه كلا بالعربيه عندكم، ما تكليكيش عليها. كتجي هنا كدير انشاء بدون حمله، انشاء بدون حمله كتعني هاد كرييت اند اكونت. المهم بحال هكا كتلوحكم لواحد الباج، واش حاط تقريبا كوميكس. مزيان ملي تلوحكم هاد لاباج هادي ها هي كتبان لكم هنا. شنو كاتبين هنايا؟ بولينغ كونتري، يعني فين انت مقيم بالضبط. الا كنتي في المغرب كتكتب المغرب، الا كنتي في شي دوله كيف ما كانت كتكتبها هنا، يعني فين كان فين انت كاين. يعني انا مثلا انا في الامارات، هنايا كيعطيوك شنو باش النهار غادي تبقى دير التمويل، واش بالدرهم اش من الدرهم باغي، يعني انت كتخليها على الدرهم المغربي. انا غادي نخليها على الدرهم ديال الامارات، ها هي راه كتبان هنا يونايتد عرب امارات الدرهم، حتى الامارات عندهم الدرهم. وهنايا كدير الدوله ديالك، يعني انت في المغرب دير المغرب، بغيتي ودير هنا الدرهم المغربي. هنا كتجي كدير يس باش كتصيفط لهم رساله ديال مزيان. دابا ملي عطاونا في هاد لاباج هادي
شنو قالوك هنا كيهنوك بانك صافي الحساب ديالك تفتح مزيان. هنا كتجي لهاد اللعيبه ديال اللي مكتوبه على هنا اكسبلور يو اكونت، يعني اكتشف حسابك، يعني غادي تدخلها غادي تضغط على هاد اللعيبه بالزرق باش كيلوح هنايا غادي نكونوا قادين الحساب ديالنا وسارينا. غادي يبقى لنا كيفاش نربطو مع القناه ديالي. والله خوتي غير تندير لي فيديو غير من الخدمه، راني في الخدمه تنحاول نوصل. كاين الناس اللي مازال ما كيعرفوش شنو هذا جوجل ادورد، يعني بزاف من واحد مازال ما تعرفش كيفاش يربطو مع القناه وشنو هو الدور ديالو. هذا جوجل ادورد زوين غادي تحتاجو، يعني هو ديال التمويل، هو اللي كيمول، يعني كتدفع فلوس باش كتجمع مشاهدات ومتابعين بزاف. هاد الفيديو غادي يكون في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنا قال لك الا بغيتي دير لي كونتاكت، هنا غادي نكون صافي سالينا هذا ديالنا. شنو دابا غادي نمشيو للقناه ديالنا، غادي ندخلوا لها كتضغط على قناتك، كتجي كتضغط على اداره فيديوهات، إدارة فيديوهات، كيلوحك الاستوديو ديالك، استوديو ديال القناة ديالك، فين كيعطيك الإحصائيات و لي فيديو اللي حطيتي. هنايا كتجي لا سيتينغ، كضغط على السيتينغ هنايا، هنا كتبان كهاد الواجهة هادي، غادي تحسب واحد جوج، دي شانيل، غادي تضغط سميتها القناة، غضغط عليها. هنايا غادي تبان لك ثلاثة ديال الخانات، غادي تكليك على الادفانس، يعني سيتينغ الاعدادات المتقدمه، كتضغط عليها كتهبط لتحت. ها هي هنايا، ها هو هنايا قال لك لينك جوجل ادسنس اكونت اكونت لينك. هنا شنو كنديروا حنايا، كنضغطوا عليها باش كتعطينا هنا كيف ما كتشوفوا في الواجهه. هنايا غادي دير اي سميه، مثلا انا غادي نكتب بالعربية ولا بالفرنسي ماشي مشكل، انا غنكتب عصام. هنايا كوستومر اي دي، منين غنجيب انا هذا الكود هذا؟ مزيان، غادي تمشي للادسنس، غادي تمشي فين كنتي قبيله ديال هذا، كتنسخ هذا الرابط هو كيف ما كتشوفوا من تحت، هذا الكود هذا كدير له النسخ، يعني هذا هو اللي كدير له هكا، كدير كوبي وكنرجعو للقناة ديالنا. هنايا كدير له كونترول في ولا كليك يمين كولا، هنا كيعطيك واحد اللعيبة سميتها مقبول، كدير دون. دابا هنايا غادي نرجعو كترجع فين دخلتي الحساب ديالك في جوجل ادورد، باش كتسنى كيجيك واحد الميساج باش يتقبل، باش يتقبل لك بان تربطات القناه ديالك مع هذا الحساب. خصنا نتسنى، ممكن تسنى حتى ساعه على حساب، ممكن تسنى ساعتين، انا غادي نحاول نتسنى حتى يجيني ميساج باش نكمل معكم. يلا خليكم. ملي كتسجلوا هنايا كيقول لك يعني انو خص ما طلعش من هادي، يعني خصك تسنى تسنى حتى يوصلك ميساج في جوجل ادورد. هنا كيقول لك في انتظار الموافقه، باش ملي كتجي الموافقه كيجيك واحد الميساج هنايا هاد النوتيفيكاسيون. هنايا كتدخلو ديك الساعه باش كتسجل، خليكم معايا حيت كيطول، ممكن ساعه ممكن ساعتين على حساب، ممكن ساعه ممكن 10 دقائق، حنا غادي نتسناو باش نكمل معكم الدرس. واخيرا وصلني الميساج باش نكمل معكم، حتى تغديت وعاد جيت عاد شفت الميساج وصلني. كما كتشوفوا في الواجهه كيقول لك في انتظار الموافقه، يعني غادي ندخلوا لهنا غادي نلقاو الميساج ديالي راه وصل
هنايا كطلع كتضغط على هادي مزيان، ملي كتهبط لهنايا كتبرك على ديميس ديس لا ديسميس ديسميس، يعني شنو هي العرض، كتضغط على العرض ديك الساعة كتمشي ديريكت كدير هنايا كترجع كدير لها الريفليش وكنرجع الإعدادات ديالنا باش كتلقاها موافقة. غنشوفو إعدادات متقدمة في حال ملي كتضغط على ديك العرض غادي يبقى لنا غير هذا باش يعني كياخد شوية الوقت، يعني كتكون ديك تقدر ياخد لك ساعتين حتى 3 السوايع باش كيكون هنا موافق. ديك الساعة بإمكانك باش تضغط على هاد الحيطة لهنا. غادي نكونو سالينا الفيديو ديالنا، ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا، وتسمعونا في الفيديو القادم إن شاء الله. تحياتي.